الله يسعد مساكم جميعا ويعطيكم الصحة والعافية. على السريع هيك خلال أكم من يوم إن شاء الله حيكون في عمل جديد، بدي إياكم تتوقعوا لي بأي لهجة، هيك أعطونا هيك تعليقاتكم وكومنتاتكم. الشغلة الثانية المهمة اللي إن شاء الله أنا رح أكون منكم بإذن الله، حكون دائما قريب من خلال السوشيال ميديا، لأنه أنا في فترة طويلة ما كنت مزبط هذا الموضوع، فبوعدكم إنه حتشوفوا إشي مختلف تماما عبر السوشيال ميديا، وكمان من خلال الأعمال اللي حتشوفوها في الأيام القليلة القادمة. تقبلوا احترامي.